إذا فوزي بقى إحنا تعبنا، خد مني. في حاجة أكيد. بسم الله أبو الحاج، لقم على مقاسه وكده. الله يخليك. في إيه يا بهير؟ في إيه يا زواوي؟ أنت جايباني لقمة وجايباني واحد ياكلها؟ أنا فاكرة تبعك. تبعي؟ تبعي منين؟ نعرفه من ايه؟ اه ما احنا خلاص بقينا ملقى في اي حد بيخش. ما هو السور وقع. ايه ده انت مش فاكرني يا زواج؟ افتكرك من ايه؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ بهزر معاك انت ليه؟ والله العظيم اسيب الاكل و... يا ريت يا سيدي. الله بتنسى اصحابك يا زواج؟ صحابي؟ هو انت عشان ربنا كرمك يعني؟ كرمني؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر. يا راجل حرام عليك ما تجننيش، ركز في الوش اللي بيكلمك يا زواج. انا مش شايف الا بطاطسايه صغيره كده. يا زواوي والنبي ركز ركز. حرب اليمن. ايه؟ حرب اليمن يا زواوي، فصيلة 36، وانت بتحط الدانة في المدفع، مش رجلك وقعت في خندق عسكري مصري سندك كده لما دوست على عيني؟ فكر يا زواوي. صح يا بهيجة. ايه؟ ايوه اللي قال اه يا عيني صح. ايه لحد دلوقتي؟ ايوه بس انا ما شفتش وشك، كان على وشك تراب. انا لازم احط تراب وانا اطلع للعدو بوشي كده. صح صح. يخرب عقلك يا تصدق انا عمري ما رحت اليمن. انت او ربنا انت زو ما رحتش والله اليمن. ولا زياره حتى. بلاش اليمن يا عم، انسى اليمن خالص. احداث 18 و19 يناير في المظاهرات. مالها دي؟ في المظاهرات. ايوه مالها؟ وهم بيقلبوا القطر، مش القطر كان يقع عليك، جيت انا رجعت القطر رحت جايبك يا زو. مؤاخذة انت رجعت قطر؟ ايوه. أنا معرفش يا بهيجة مين اللي رجع القطر، إنما حاسس القطر دي مشهورة. القطر لو كان وقع كان هيضيع عليا طلاق ما مشيت في مظاهرة قبل كده. برضه بتنسى يا زواوي وبتنكر أصحابك؟ بلاش لا يمن ولا مظاهرات يا عم، ما تزعلش. ثورة 19 بتاعت سعدي باشا زغلول. مالها؟ ثورة 19؟ أيوه يا عم مالها؟ مالها؟ مش كانت هتبوظ منكم الثورة دي؟ ليه؟ مش كنتوا 18 واحد وأنا جيت وقفت جنبكم بقيتوا 19 وقامت الثورة؟ تصدق الراجل ده محترم وفعلا مظبوط. صح. الثوره دي يا بهيجه اتعطلت تيجي 10 ايام، كانوا واقفين في حته مقطوعه ما كانش حد بيعدي لغايه ما الكابتن جه هو انا من ايام ثوره 19. بلاش يا حبيبي، ثوره 23 يوليو. لا معلش دي بالذات كنا 25 ومشينا اتنين قبل ما نقوم منها. انت اتربيت فين يا زواوي؟ في القاهره. حلو قوي الحمد لله. حريق القاهرة. ماله؟ حريق القاهرة. ماله؟ أنا مش وأنت معدي النار مسكت فيك، جه شاب صغير راح مطفيك يا زواج. أيوه. يا ربنا يحمي الأهل، ده عيل صغير يا بهيج، كان لابس شورت وصندل. ركز بقى. الصندل كان في رجله مش في وشه. مش مهم الصندل، المهم عندي إن أنت افتكرت الحدث حريق القاهرة. طب إيه رأيك أيام حريق القاهرة في التلف في اسكندرية؟ الحملة الفرنسية في اسكندرية بتاعت نابليون وكليبر وفريزا. مين؟ نابليون وكليبر. نابليون وكليبر؟ أيوه. يا عم أنت تقصد جدي جدي، ركز في الوش راكب. والله أنت يا زواج بس أنت ناسي، الحملة الفرنسية. نابليون وكليبر؟ أفكر لما الحملة الفرنسية اتلمت عليك على البحر في أبو قير، مش اتلموا عليك وكانوا قطعوك؟ مش أنا جيت جاري جبت نابليون كده وكليبر كده ورحت جايبك يا زواج؟ هو أنت الواد الإسكندراني؟ أنا حمو. حمو؟ قلت له خلاص يا عم نيبو عندي انا عم كليبو، وخدتهم قعدتهم على القهوه صح؟ وربنا انا شفت الفيلم ده. اه والله. حتى بالامارة العساكر الفرنسيين في الاخر نزلوا الميه وقعدوا يهزروا ويقولوا ايه بتهزر يا زواوي؟ بتهزر؟ اسكت! في ايه مالها يا ست؟ ما تركز يا زواوي. اركز ايه؟ يقول لي نابليون وكليبر. ده بعد شويه هيقول لي فاكر لما دخلت عليا انت وابو لهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مفيش حاجة بتفضل على حالها. يلا إيه اللي جراله يا ست مال؟ أنا عارفة يا أخويا ناسي ليه كل أصحابه كده. ده الزواوي ده الذاكرة راحت وخس النص. لا وحد الله وحد الله. لا إله إلا الله. إيه؟ إيه؟ لا إله إلا الله. قول لي إيه اللي عمل فيك كده؟ إيه اللي جرالك يا زواوي؟ إخواتي فاتوني. إخواتك الفتوك تعمل في نفسك كده؟ ضيعت عمري كله عشان اربيهم كويس. يا راجل حرام عليك، بس في النهايه صحتك اهم.
بص لوشك بقى عامل ازاي يا راجل. ده انت وشك ايام اليمن كان قد ما روحتش. خلاص خلاص امشي يا يمن، امشي يا يمن، امشي امشي. هو هينام خلاص، هينام هينام. ايه يا جدعين؟ امشي يا يمن، هيذاكر وهينجح والنب بيجيب. امشي يا يمن، امشي امشي. انا مشيتها خلاص، مشيتها. ما تخافش ياخدي ياخدي. انا بحبك قوي. ليه؟ عشان شبه امي بالظبط. والله يا انا بحبك وصعبان على. بص لنفسك، بص لجسمك، وصل لايه ده جسمك يا راجل؟ ده انت جسمك ايام حرير القاهره. ما شفتش. امشي يا حرير القاهره، اشرب اللبن بقى. خلاص خلاص. لما انت بتمشيهم بتجيبهم لي اساسا ليه؟ والله انت صعبان عليا يا زواوي. بص لروحك ده الزواوي. اجيب لك صورك القديمه تشوف نفسك عامل ازاي. صوري هو الراجل ده يقرب لنا؟ صور ايه يا زواوي؟ ايه اللي جرالك؟ طب احكي. انت ما روحتش دكاتره؟ والله ما خليت. مفيش دواء جاب علاج؟ مفيش. ايه ما تيجي نقف على دماغنا عشان نفهم بعض. والله من زعل عليك مرتبك. مفيش حاجه جابت حاجه خالص. الله، وسايب نفسك. طب واللي يقول لك على وصفه بلدي ترجعك زي الفل. يا ريت. انت بتعمل ايه يوم الثلاث الفجر؟ بصلي الفجر وانزل ادور على شغل. ما هم طلعوني معاش. ما تنزلش بقى، ما تنزلش. انت تصلي الفجر وتطلع البلكونه وانت طاهر كده، وتجيب شويه ميه مبلوله. امشي يا ميه. امشي يا سبا. من هنا ورايح اي حاجه بهاري ما تمشيهاش الا باذني. قلت فاهم ولا حاجه؟ اوكي. تصدق ان انا كنت مش مطمن لك؟ عارف ان انت هتنقل النقله غريبه. والله انا بس ميه مبلوله. اسكت. اوكي اوكي. ميه مبلوله مفيش حاجه. ميه مبلوله. ايوه مبلوله. اسكت. انا سمعتها بس بدلدقها في دماغي حبه حبه. اوكي حبه حبه براحتك. حبه حبه. ده انا كنت ناقصك يا راجل. ميه مبلوله هي؟ نعم يا اخويا. عندك ميه مبلوله؟ لا عندي ميه ناشفه. بس تكير. اوعى تعمل الوصفه الاسبوع الجاي. ليه؟ لان الاسبوع الجاي هيأجلوه شهرين. اسمع كلام. اعملها وفي عليك. لا. طب امال ايه؟ وانا عودي يلا. ايوه اوعى اوعى. الاسبوع الجاي لا. اوعى تكي. هيأجلوه شهرين. ايوه. كنت جايبه كتير. طيب. عايز حاجه؟ لا انا تعبت شويه. لا 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 معلش معلش. والله انا كان نفسي اقعد اطمن معاك بس سايب المحل لوحدي. لا لا روح شوف. السلام عليكم. مع السلامه يا سيدي. الله يخليك. يا استاذ ممكن كلمه؟ دكتور داخل عليا يا راجل. دكتور ايوب يا عم لما انت جامد كده ما تشوف لك وصفه عشان تطول بدل القصر اللي انت فيه. يعني انت ما لقيتش الا الموضوع ده وتكلمني فيه يعني؟ والله انا اقصد مصلحتك وربنا. لا انا بتضايق وبتخانق بقى. يا راجل بتضايق ليه؟ طيب ما تكلمنيش في الموضوع ده يا عم. ليه؟ انا عاوز مصلحه. انا بتضايق. وتضايق ليه؟ طيب الله، هو انت لوحدك اللي قصير؟ امال ايه؟ لا يا عم كلنا نازلين من بطن امنا قصيرين، بس زي ما تقول احنا مشينا وانت وقفت. انت برضه عايز تضايقنا يا زواوي؟ والله اقصد مصلحتك يا عم. والله بتضايق والنبي. وهتضايق ليه طيب؟ يا زواوي طول عمري طول عمري اروح عندي على اصحابي، يا حسن يا نجيب يا محمد يا امين. ما بطلش الجرس يا زواوي. ما بطلش. طيب طيب طيب. حتى تيجي بكره الجرس يعني. انا ما بكرهها. ما بحبش الجرس. امشي يا جرس، امشي يا جرس. امشي يا جرس. هو هيسمع الكلام ويطول لوحده ان شاء الله. والله ما اعرف ان انت متعقد لدرجه. اطلب منك طلب. ايه؟ النبي يتحققه لي. ايوه. قول لي وصفه. ما اعرفش. لا انا قلت لك وصفه، قول لي وصفه. والله ما اعرف. حياه ابوك يا رب. ابوك يحج يا رب. النبي يا عم زواج فكر. انت خبره. ايوه. ايه؟ انت بتحب الفطير؟ جدا. تصدق ان انت محظوظ؟ ليه؟ خلاص اكل الفطير؟ لا لا لا. ليه؟ اي دكان فطاطري وعلى الرخامه ونام. الله. انام فين يا عم؟ على الرخامه. نام على الرخامه؟ اه. نمت على الرخامه. خلاص. ايه اللي هيحصل؟ ما هو هيعمل كل حاجه. هو مين ده؟ الفطاطري. الفطاطري؟ امال ايه؟ طب قول لي قول لي. يا ده لو مزاجه رايق بقى. كل ده مصلحه عشانك شوف. وبعدين بقى لو مزاجه رايق قوي. اوبا يا رب.
يعني هوبا نصك بره المحل، ولو مزاجه رايق قوي قوي يمكن يحشيك. ربنا يخليك، ما منك. على السلامة. والله كان نفسي اقعد اطمن عليك، بس بقول لك سايب المحل لوحده. ومحل ايه ده؟ فطاطري. ركز على مكواجي رجل. جربته وفشل. يبقى انت محتاج معجزه يا رب. مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه حبيبي. بقول لك ايه؟ ايه؟ اوعى تسمع وصفه الزواج. ليه؟ هترجعك بطن امك تاني. يا عم زواج. خلاص؟ ميه وهتسقسها عشان ما تنشفش بالليل. بالظبط، ربنا يقويك يا رب. مين ده يا ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتعاكسني؟ بعكسك ايه؟ تعالي. ايه؟ في موضوع ساعديني. هو انت لسه هتقول مواضيع؟ بس اقول لك عايزاه بيني وبينك. ايوه عايزين نصالحه على اخوات. هو انت تعرف ايه ده؟ ايه ده؟ ايه السياح اللي انت بتعمليه ده؟ ما ده سياح، ده مش بيني وبينك يا بعيدة. بس يا احنا في موسم السمنه هنا. سمنه ايه؟ انت عايشه فين؟ تعالي. عايزين نصالحهم على بعض. شكلهم لو تعرف يا ريت. انا جاي عشان كده. تعالى يلا يا استاذ زواوي. ايه خلاص ما انا عرفت. يا مان يعني لا، في موضوع اهم يا عم زواوي. في ايه تاني؟ بصراحة أنا مش عاجبني الخصام اللي بينك وبين إخواتي. تعرفهم منين؟ إيه؟ أنا شغال معاهم وعايش معاهم. ما تجيبليش سيرتهم. اسمعوا يا زواوي، محدش يجيب لي سيرتهم. يا عم أنت كبير، روح لأمهم. محدش يجيب لي سيرتهم. طب روح شوف إخواتك وصلوا لإيه؟ وصلوا لإيه؟ إخواتك بقوا نجوم مجتمع، بقوا حيتان في البلد. يا سلام، عشان لبسوا كام بدلة نظيفة بقوا نجوم وحيتان. بدل إيه يا زواوي؟ أختك بقت بهادورة. بهدورة يعني ايه؟ بهدورة يا بهيجة يعني بتؤمر وتنهي. اخواتك كلهم بقوا حيتان في البلد. نهى. ايوه. وحسان وبسام بقى حيتان. ايوه. طب ما تديني امارة. هديك امارة. بص بس انت راجل طيب ما تعرفش مجتمعنا. بص يا استاذ زواوي، احنا المجتمع بتاعنا على شكل هرمي كده. ايوه. كويس؟ كويس. هنا الشعب وده ملوش لازمة. وهنا الحكومة ودي ملهاش دعوة. هنا بقى اللي على القمة الكبار أوي، الحيتان اللي واكلنا يا زواوي، اللي هم فوزي واخواتك، روح شوفهم. اخص 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 على مين ولا مين؟ اخص على دول اللي ساكتين، وعلى دول اللي مطنشين، وعلى اللي في القمة اللي راكبين ومدلدلين. على العموم أنا دي توفى بس تقريبا مفيش نصيب. سلام عليكم. معلش هنعمل ايه؟ يا الله. تعالى هنا يا سنة يا. ايوه ماشي. سيب البطيخ. ايه مجرة؟ احنا نستاهل اسيب ايه؟ مجرة؟ ده انا احترمتك عشان داخل علينا ببطيخة يا جبان. ده كوكسة اكيد قرعة. اكيد. ايه ده؟